هوليوود بتقدم لنا فيلم جديد غنائي رومانسي. طبعا ممكن نفترض ان الفيلم موجه بشكل اساسي للمشاهدين العاطفيين اللي عايزين يشوفوا قصة الحب التقليدية ما بين شاب وشابة بيقعوا في الحب من اول نظرة ويتجوزوا ويعيشوا في تبات ونبات، بينما كومبارس كلهم عمالين يغنوا ويرقصوا حواليهم وهم فرحانين. لو انت بتفترض ان فيلم لالا لاند بينطبق عليه الوصف ده، يبقى قدامك مفاجأة حلوة لسبع اسباب. الفيلم فعلا قصة حب ما بين ميا اللي بتحلم تكون ممثلة مشهورة وسيباستيان عازف في البيانو اللي بيحلم يكون عنده نادي لعزف الجاز. الاتنين عندهم طموحاتهم وعندهم استعداد يضحوا عشان يحققوا أحلامهم دي، حتى لو اضطروا ان هم يضحوا بعلاقتهم ببعض، وده اللي بيحصل فعلا في نهاية الفيلم. ده اختيار طبعا غير متوقع على الإطلاق من فيلم المفروض ان هو غنائي رومانسي ومعمول من هوليوود. لكن للأمانة الفيلم حاول يحذرنا من أول أغنية لي اللي بعنوان Another Day of Sun إن ده ممكن يحصل، لأن في المغنية بتقول إن هي تخلت عن حبيبها اللي كان فعلا في مشاعر صادقة ما بينهم عشان هي كمان عايزة تكون ممثلة مشهورة. الأغاني مش بس مرحة ومسلية زي أغنية Another Day of Sun، كمان ذكية ومرة وحلوة زي الثيمة بتاعت الفيلم نفسه. أغنية زي The Fools Who Dream بتعكس قرار ميا إنها تقع في الحب زي عمتها اللي نطت في نهر السن والمياه ساقعة، وبالرغم من العمة عانت من دور برد قعد معاها لمدة شهر وميا قلبها اتكسر لما قررت إنها تنفصل عن سيباستيان، لكن الاتنين بيقرروا وابتسامة على وشهم إن لو كان ليهم اختيار هيخوضوا التجربة بأكملها مرة تانية. إيما ستون اللي بتقوم بدور ميا نجحت في تمثيل دور البنت الظريفة اللي بتقع في حب واحد ما كانش عاجبها أصلا في الأول. كمان من السهل التعاطف معاها خصوصا في أدائها زي أغنية The Fools Who Dream، أو حتى النظرة اللي على وشها لما بتشوف سيباستيان بالصدفة يمكن لآخر مرة. راين جوزلينج اللي بيقوم بدور سيباستيان كان أداؤه مفاجأة حلوة تانية في الفيلم، لأنه أثبت بالفعل أنه يقدر يقوم بأدوار في أفلام أكشن أو كوميدي أو رومانسية، لكن في لالا لاند بيثبت ان مهاراته بتتخطى كل ده تشمل كمان الافلام الغنائية. اداؤه الرقص والغنى كان احسن بكتير من ممكن تتوقعه. السينماتوجرافي والاخراج بتاع الفيلم كانوا فعلا مميزين. كان في لقطات جديدة زي في اغنية Someone in the Crowd لما الكاميرا بتدور في حمام السباحة ورذاذ المية بيعيق الرؤية بالنسبة للمشاهد، وده بيعكس حيرة ميا لأنها مش متأكدة إذا كانت محتاجة حد يقول لها إنها هتبقى ممثلة مشهورة أو لا. المزيج ما بين لقطات جديدة زي اللقطة دي ولقطات تقليدية زي اللقطات في اللي في أصدقائها بيحاولوا يقنعوها إن هي تروح الحفلة أصلا، ده بيفكرنا بالسينما الكلاسيكية لكن مع لمسة معاصرة، وده اللي بيخلي فيلم لالا لاند عمل فني فريد من نوعه. بنتابع مع ميا بعد ما تنفصل عن سيباستيان وبتبقى ممثلة مشهورة وبتقابل راجل مناسب وتتجوزه وتجيب طفل، لكن الصدفة بتلعب دورها وميا بتدخل مع جوزها لنادي جاز بيكون هو النادي اللي سيباستيان بيملكه. الإضاءة بتخفت من حوالين ميا وبنروح معاها على جزء فانتازي بتحصل فيه على كل اللي تمنيته. بتحب سيباستيان من أول لقاء حقيقي ما بينهم، بيفضلوا سوا لحد ما يحققوا أحلامهم، بيتجوزوا ويجيبوا طفل ويروحوا يعيشوا في باريس. الحلم بيخلص وميا بتدرك ان هي لازم تمشي وتسيب سيباستيان يمكن لآخر مرة، لكن في ابتسامة ما بينهم واللحن الخاص بيهم بيتعزف في الخلفية. الجزء الفانتازي بيمثل كل اللي ممكن يقدمه فيلم غنائي رومانسي كلاسيكي، بينما اللي بيحصل في الحقيقة في الفيلم بيمثل اختيار أكثر واقعية للشخصيات. الفيلم مش بيدين ولا بيؤيد أي من الجزئين، هو بيقدمهم وبيسمح لك كمشاهد ان انت تستمتع بيهم. الفيلم ممتع من اول لحظة فيه لحد نهايته. الفيلم بيبتدي بفقرة غنائية راقصة كلها ألوان مبهجة وبينتهي بابتسامة حزينة شوية لكن صادقة. بالرغم من كل ده لكن الفيلم مش مثالي، زي مثلا مشهد ميا وسيباستيان لما بيطيروا. للأسف مفيش تمهيد أو استعداد يهيئ المشاهد إن إحنا ممكن نتنقل بعدين لجو فانتازي. كمان مشهد الخناقة ما بين ميا وسيباستيان
كان ممطوط شوية. في النهاية لالا لاند عمل فني مميز بيمزج ما بين جماليات الأفلام الغنائية الكلاسيكية والأفلام المعاصرة. أداء إيما ستون وراين جوزلينج كان مبهج وصادر من القلب، وانسجامهم على الشاشة محدش يقدر ينكره. الفيلم ممتع ويستحق عن جدارة تقييم 9/10. سؤال الحلقة النهاردة، أحب أعرف إيه موقفكم تجاه الأفلام الغنائية؟ بتحبوها؟ بتكرهوها؟ وليه؟ مستنية أعرف إجاباتكم في الكومنتس، وكالعادة لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوله لايك وشير.